مشاهدينا الاعزاء، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته، اهلا بكم الى حلقه جديده. الاستثمار وما ادراك ما الاستثمار. الاستثمار ايش معنى؟ انك تنمي بلدك وتعمرها بفلوس غيرك. احنا كيف بلادنا في الاستثمار؟ وايش البنيه التحتيه والمسهلات والمشهيات للمستثمر؟ نشوف. مقومات الاستثمار اي شيء؟ يقول لك مقومات الاستثمار ثلاثة: الماء والكهرباء والطريق. جو مستثمرين من ماليزيا يستثمروا عندنا مع مهاتير محمد، وصلوا لا ماء لا كهرباء لا طريق. قالوا الأشياء الذي قواعد الاستثمار عندكم عادي تشتي استثمار لوحده، يعني عادك تشتي تستثمر في الطريق وتشتي تستثمر في الماء والكهرباء. كهرباء ما فيش في بلد الإنجاز، وكان يمكنون ما في التلفزيون، كان يدوخوا بنا، كان يبدأ النشيد الوطني وشوية قرآن ويبدأ لك الإنجازات العملاقة، وكان نتخيل نفوسنا أنه خلاص نحن دولة عظمى، باقي خمس دقائق وطلعنا الفضاء، يعني حق الفيتو ناقصنا، وطلع أنه ما فيش معنا حق الفمتون يشرب واحد فمتون. المهم جو يستثمروا عندنا ما لقوش الأشياء الأساسية. طيب كيف تستثمر وكيف تجذب السياح والاستثمارات وتجذب العالم لعندك وانت ما فيش معك الاشياء الاساسيه وهي مثلا الكهرباء؟ اذا مثلا صاحب البوفيه وبيفتح بوفيه بيخسر لانه ما بيلقاش كهرباء يولع العصاره، ما بالك بلدي يجي يفتح مصنع ولا يعني فندق كبير ولا ليش احنا ما نفعلوش عندنا مباني كبيره؟ لان المباني الكبيره تحتاج الى اسانسيرات والى ليفت ولا احنا ما فيش لله شوية وخلاص، لأنه أطلع الرجل ما سترك في مشكلة. ما إحنا ما بيش بعدنا والله العظيم. الاستثمار لعلمكم أكبر مشروع استثماري كان المفترض بناءه وين؟ في اليمن، في العالم أكبر مشروع تكلفة 200 مليار دولار. شوفوا هذا المدينة، هذا المدينة المفترض أنها تكون عندنا وكانت مرسومة وجاهزة والدراسة حق المشروع كاملة. نشوف مشروع إنشاء مدينتين صناعيتين في اليمن وجيبوتي تحملان اسم مدينة النور، ويتم الربط بينهما عبر جسر باب المندب جنوبي البحر الأحمر، أضيق مسافة بحرية بين البلدين بطول 28 كيلومترا. الجسر إذا ما تم إنشاؤه سيمثل أول نقطة وصل برية بين آسيا وإفريقيا، إضافة إلى أنه سيعزز حركة التبادل التجاري بين دول الجزيرة العربية ودول القرن الأفريقي، كما من شأنه تسهيل حركة انتقال الحجاج. وسيتم تجهيز هذه المدن بإنشاءات البنية التحتية والتي تشمل مطارات وموانئ في مرحلة أولى، يتبعها تدفق استثمارات محتملة لبناء مصانع وشركات ومدارس وجامعات وأماكن ترفيهية لتكون مركزا اقتصاديا وسياحيا بين القارتين، يوفر نحو مليوني فرصة عمل. على أن يتوج المشروع بإنشاء جسر يحمل سكة حديدية للنقل بالقطارات. سوف نمول المشروع عبر مراحل تبدأ بالاستثمارات الخاصة التي يمولها طارق بن محمد بن لادن وأشخاص آخرون، ثم سنقوم بإصدار أسهم وسندات قد تصل إلى مليار دولار للإصدار الواحد، وستقوم المجموعة بعدها بإعمار وتشغيل المشروع. وين راح المشروع هذا؟ أنسى، كلموا الجماعة وين راح. أقول لكم وين راح. وزير التجارة الجيبوتي السابق إيش قال بالحرف والنص؟ قال بدأوا المشروع وكان قد بدأوا خلاص والتصورات وكان الممولين جاهزين. إيش قال لهم علي صالح؟ وصل لما خلاص قد اتفقوا قد يبنوا إيش قال لهم؟ قال دخلوا أحمد معاكم. هكذا وزير التجارة والاقتصاد الجيبوتي السابق، دخلوا أحمد معاكم شريك ضروري. من هنا لهنا ما رضاش دخلوا أحمد، قال خلاص سلموا الفلوس لا عندنا، وإحنا نبني اللي من جانبنا، إحنا نبني، إحنا من عندنا نبني، سلموا لا عندنا يابسة وإحنا نبني. يبنوا على طريقة الطرق حقنا نص يوم اقتلعت، هم يشتوا فلوس
ومع ذلك إلى درجة أن الجماعة والمستثمرين هذا الغربيين والعرب عطفوا أوراقهم وشنيطهم. تخيلوا هذا المشروع كان يوفر 2 مليون فرصة عمل، كم كان يقضي على بطالة، وكم يا مشاريع وكم يا مستثمرين وكم يا تجار راحوا وتركوا البلاد وبطلوا الاستثمار فيها بسبب اقسم الحب نصين. دخل هذا معك لا تصدقوش أغلب المشاريع الموجودة في بلادنا الآن هم شركاء فيها، ولا ما يخلوكش تستثمر، ما يخلوكش لك حالك، وهكذا عرقلوا المشاريع من أجلهم يدخلوا شركاء فيها. حسبهم الله دمروا البلاد وفقروا البلاد، أهم شيء أنهم يرضون نفوسهم ويجمعوا تركاتهم، والبلاد والعباد يموتوا في 60 داهية. شباب هيا ماش باقي نصور. يا الله حلها، احنا جالسين ندور ونتسلف بطاريات يا جماعه، معنا بطاريه اشحنوا بس البطاريات فقط، ليش تريدوا تسلفوا وتدوروا من يساعدنا ويتلنا بطاريه؟ معنا بطاريات ليش تلجؤون للناس؟ وهكذا طوال السنوات هكذا النظام السابق وشله الانثى الاوله جلسوا يشحتوا بنا في كل الدول، تولنا مساعدات، احنا عندنا فقر وعندنا بطالة وعندنا 25 مليون وعندنا ثروات سمكية وثروات نفطية وغاز وثروات معدنية وعندنا ثروات بشرية وعندنا 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 سرق. لو عندنا الموارد هذا واشتغلناها صح ما نحتاج الى مساعدة، ويا ريت توصل المساعدة. تخيلوا لنا 5 سنوات، ما يقارب 5 سنوات، واحنا مندور من الدول المانحة ومؤتمر بعد مؤتمر يدولنا كم؟ 8 مليار دولار. كم 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 كم؟ 8 مليار دولار. ويا ريت توصل لعندنا. قلم 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 قلم. كلها وعود. يا رب. وعود لا شفنا منها حاجة. مساعدة. 8 مليار دولار قسمة 25 مليون عدد أشياء. لا لا اطمئن هذا ما يكسب. تقول شو خرج نصيبي كذا مليون؟ شو خرج مليون صح؟ شو خرج؟ لا ياخذ خرج هذا. زواجي. ما تخرج هذا إذا وصلت على أقسم على 25 نفر يأكلوها مش 25 مليون. شو تزوج؟ ولا تزوج ولا تبقى طول عمرك عزب. اسمع 8 مليار، أنتم تعرفوا كم ثروة اليمني اللي بيشتغلوا خارج البلاد، اليمنيين المغتربين والمهاجرين، كم ثروتهم؟ 183 مليار دولار. 183 مليار دولار. تخيلوا لو رجعت هذا واشتغلوا بها داخل بلادهم. امسك قلمك يا حبوب، امسك قلمك بسرعة. 183 مليار دولار. دولار دولار. اوه يا رب يا رب الحمد. قسمت 25 مليون. ما هذا ما يقسم ما شاء الله 25 مليون، هذا اقسمها اقسم الحب نصين. هذا اذا هو مستثمر يجي اقسم الحب نصين شريك حمايه. لا لا شقا بيته وشقا مره وافيه وشقا ارسو حنان طنان. والله ما يقع مازوم وانت عندي 183 مليون. والله ما يقع الله ضرب ذا الحين. خليني اكمل. شو تزول؟ 183 مليار، مع ان نحتاج حتى مستثمرين اجانب يجوا يشتغلوا. اليمنيين هؤلاء نفسهم رؤوس المال اليمني المهاجر لو رجع لبلادنا سيبني نهضة. إذاك إحنا جالسين 6 سنة وندور 8 مليار، هذا 183 مليار. أي بني البلد وقت بدل ما يصيروا يتاجروا في بلاد الناس ويتبهذلوا، والكفيل وهذا يأخذ حقه وهذا ينهبه وهذا مش مستقر وبينمي بلدان الناس، يرجع ينمي بلاده ويأكل أسرته وأبناء وطنه ويقضي على البطالة. بس أي هل كان يقولوا لهم تفضلوا استثمروا؟ كان وصلوا قد أكلوا ونقسم الحب نصين ونهبوا وقرحوا الأنظمة. لو في بس أمنوا لهم استقرار وحماية وناس يستثمروا ويحسوا أنه يربح، يرجعوا اليمنيين كلهم وما يشتوش يجلسوا في بلداننا، يرجعوا يستثمروا في بلادهم. وأنا متأكد أنه يستثمر ويرجع بلاده وينميها، وشوفوا كذا تبقى اليمن بأموال أبنائها فقط. ها حبوب يا حبوب، ها دخلت 183 على 25 على خربان أبن ما تستوعب الخبر. صلح لي يا الله يسترك. صلحني. صاح النور. احنا ساكنين جنب المصنع، مصنع السمنت حق عمرو، له 30 سنة ما معنا منه الا الغبار. هكذا الاستثمار. الميزة عندنا أن الاستثمار ما معك إلا الريحة منه. مصنع باجل، مصنع عمران، مصنع كل المصانع عندنا، المستثمرين فقط والمنشأة هذه
معك الريحة منه ولا أذية ولا المرض رب وسرطان بسبب الأتربة. أيضا في 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 شيء في الاستثمار هو مهم. مثلا في الصين الدولة نفسها الذي تستثمر تقول له أنت عليك تستثمر هنا وأنت في هذا المنطقة وتوزعهم على القرى والأرياف من أجل أيش؟ يوظف أصحاب القرية ولا المكان في نفس الوقت مشروط عليه أنه ينميها، يصلح طرق، المستثمر نفسه يصلح الطرق، يصلح مدارس، مستوصفات، في نمو البلد والقرى الريفية وكذا من المستثمرين. احنا كل مصانعنا والمنشآت والمستثمر، شوفوا التجار الكبار هذا ايش بيفعلوا له، ايش بيقدموا، يلا في رمضان يتي قطمة سكر ولا رز وقطبن خطبن هانا والحقوا بعدي وهذا، وبيتخيل مدري ايش. هؤلاء المستثمرين واجب عليهم التجار الكبار، انت بتربح مليارات من ظهر الشعب هذا، ومع خصوصا عاد في تجار محتكرين، يا القمح يا كذا يا الانترنت يا كذا، تجار يا الاتصالات. هؤلاء ايش نميت لبلادك، ايش قدمت؟ شركة هند جلست 20 سنة ايش عملت في مارب؟ جالسة فقر في مارب ولا طريق ولا تلقى والكهرباء والعدل لم بعد الثورة لهم، ما يعرفوش حاجة اسمها كهرباء. لا بتنمي الشركات، بتنمي جيوب السماسرة أصحاب العمولة فقط، مسؤولين محدودين، هي بتدفع، هم بيدفعوا بس الأشخاص. أما أنهم ينموا بلاد الذي هم فيها أصحاب المنطقة يتضرروا من الأتربة والديزل والمحروقات وكذا، بس ينموهم يصلحوا يوظفوا عيالهم ما في. هذا مشكلتنا في الاستثمار، انه فقط لشله الانس، اما المواطن ما بيستفيدش من المستثمر هذا اي حاجه، ياكل ثرواته وخيراته ويروح لها الله معك. تخيلوا لقينا مندوب لجامعه ماليزيه يشتي يفتح له فرع في اليمن، له 5 سنوات بيعامل من اجل الدوله التصريح، كم قد خسر؟ 200,000 دولار من وزارة التعليم العالي إلى الخارجية إلى الداخلية إلى مدري أي شو، خلصوا 200,000 دولار من أجل وما قد معش حاجة ولا قد فتح فرع. يا جماعة العالم بيسهلوا هنا، إيش بيعملوا مثلا في ماليزيا؟ بيتوا لها الأرض، بيعفوه من الضرائب، بيسهلوا له، بيخلوه يتمنى يعني يستثمر هنا، وكل امتيازات ما بعدها امتيازات من أجل هذا، معه فلوس جاء يستثمر في بلده. احنا كيف فعلوا؟ يطيروه من اليوم الثاني، هاتوا ضرائب ومالية ومدري ايش وتصاريح واعلانات ورخصة وتحسين، ما قد فعلت حاجة وقلت توخوا فواتي، وفي الاخر الله معك. طبعا الاستثمار له عدة مجالات، في ناس استثمروا في الصناعة مثل ألمانيا وغيرها، ناس استثمروا في السياحة مثل ماليزيا وتركيا وتايلاند وغيرها، ناس استثمروا في العقول البشرية مثل اليابان، أول ما بدأت رسلت وفود الطلاب يتعلموا ودرسوا ونموا بلادهم. في ناس استثمروا في الطب مثل الأردن مع الطب استثمرت فيه، ناس استثمروا في النفط مع موارد في النفط، في السمك، في كل بلدان لازم أن توجد لها موارد وتستثمر في هذا المجال. فالاستثمار هو الذي يصنع لك فرص عمل، هو الذي يشغل العاطلين، هو الذي يبني اقتصاد بأموال الآخرين. احنا بلادنا ما هي الأشياء اللي ممكن نستثمر فيها؟ نشوف. طيب ماذا لو استثمرنا في الصناعة وأصبحنا دولة مصنعة؟ هل ممكن ان احنا نكون دولة مصنعة؟ ليش لا؟ من أهم مقومات الصناعة مثلا هو الموقع الاستراتيجي. اليمن من أفضل المواقع في العالم من حيث قربها من الملاحة العالمية. أحيانا الناس يصيروا يصنعوا في بلدان يخسروا شحن للبضائع مثل قيمته، بس اليمن وموقعها قريب من الملاحة العالمية وهو أقرب منطقة. ممكن كل المصنعين والمستثمرين يجوا يصنعوا في بلادنا من أجل إيش؟ من أجل أن العمالة رخيصة عندنا وممكن يشتغلوا بقليل. ثانياً أن الموقع نفسه يؤهلك أنك تكون قريب للدول العالم، وشحنك للبضائع يكون رخيص وسهل. سألوا الأخ، بس مشكلتنا إحنا عندنا ديناصورات ما لي أكلوا، هذا بلاستيك، ما لك ما تتكلم، شو كلهم متبردوا قمدري. إحنا مثلاً لو استثمرنا مثلا في التعليم وعلمنا الناس والشباب،
الطلاب اليمنيين معروفون أنهم من أفضل الطلاب وأذكى الطلاب في الجامعات الأجنبية. واسألوا اسألوا الطلاب اليمنيين واسألوا الأجانب أنفسهم، قل كيف الطلاب حقهم؟ ويكلموا مع قلة الموارد، مع ما فيش معهم يعني أحيانا ما يأكلوا، مع دولهم محد، مع ذلك من أفضل الطلاب ومن أنجح الطلاب. تخيلوا لو استثمرنا في الطلاب هؤلاء سيرجعوا يبنوا نهضة وبلد، مش يجلسوا معتصمين في البلدان هذا، معتصمين من أجل دولهم المستحقة. هؤلاء الطلاب ثروة لوحدهم، اعتنوا بهم. طيب مثلا لو فكرنا نستثمر في الزراعة، بلدنا من أفضل التربة في الوطن العربي، خصبة جدا، ماذا لو استثمرنا فيها؟ نحن إلى حد قريب سألوا الشيبات الأولي، كنا نسطر للسعودية أيش؟ القمح والذرة والرومي ولا عدة الدول، نسطر البن، نسطر العنب، نسطر الموز. فالزراعة ممكن أن نستثمر فيها، وديان وقاعات وسهول وجبال موجودة في اليمن، ممكن نستثمر في الزراعة. ولو زرعنا تهامة زي ما قال الأول، لو زرعنا تهامة لكفتنا إلى يوم القيامة. أخيرا حصلنا حاجة بنستثمر فيها، الحمد لله، هذا ما حد يقدر ينكر. شوفوا الطائرة شكلها طائرة مصطومة، هذا الحاجة الوحيدة اللي مستثمر فيها، طائرة شكلها مصطومة. احنا ما شاء الله علينا تدخل للبيت احيانا تشوف قد سواق الطائرة بتغطى معك، تدخل للبيوت من الطيب. هذا الشيء ابدا ما ننكر المعروف. ايضا من الاستثمار ممكن نستثمر في البحار، ثروه سمكيه، لؤلؤ، مرجان، نفط حتى في البحار. نحن يوجد لدينا اكبر شريط ساحلي في شبه الجزيره العربي، قادر نخرج منه سمك. الان باعوا بالكيلو والمترات، يبيعوا لشركات، والصياد اليمني يدور ما ياكل، ما يلقاش ما يصيد ياكل عياله، باعوا لشركات بدي يجرف السواحل البحرية بالأحياء البحرية بما فيها. مع أن احنا ممكن نستثمر ونستغل هذا المورد الكبير والسواحل الحلوة هذا والشواطئ ونخليها من أجمل المدن. أيضا الجانب السياحي، هل ممكن أن احنا نستثمر في المجال السياحي؟ سهل جدا، ما هي أهم مقومات السياحة؟ بلد يكون له تاريخ، بلد يكون له تنوع جغرافي، تنوع ثقافي، هؤلاء كلهم موجودة. وأيضا بنية تحتية وخدمات سياحية، هذا الأخير هي اللي مش موجودة. أما إحنا من عهد سامي بن نوح أسس صنعاء وتريم وشبه من أول ناضحة سحاب في العالم. وبصدق ناوي نصلحه وصلحه، خلاص ما مضى مضى، قد أكلوا الله ينتقمهم. للحين الجدد هؤلاء يشوفوا يضعوا لنا خطة نبني البلاد هذا، وإحنا ننهض، يجمعوا الناس والمختصين، مدار، أنا بين المدار لازم أرحلة سياحة ماشي، والله العظيم الجسم راعي للمساعدة، والمساعدة خلوا يخبزوا لكم مساعدة، والله ما بلاد تبني بلادك من نفسك، خاطرك مدار يا كريم. بس في نقطة واحدة نسيت، إنه كل هذا الكلام يروح هباء إذا ما فيش أم. إذا ما فيش أم لا حد يجي يستثمر عندك، ولا حد يبصرك، ولا من أنجيته ولا من أنسرته. أوجدوا أمن في البلد، مش حتى أيضا هذا مسألة الأمن، مش مسألة الدولة ولا الحكومة، الشعب والكل يشارك. مش قبيل يصير يخطف للسائح ويعتبرها مرجلة، واحد يدي لك قرشين ويصير يقصف له عمود كهرباء، لا هذا مش مرجلة، هذا بتخرب بلاده. لازم أمن. ضحكوا علينا 30 سنة وبيقولوا أهم دجوع، يقول لك لا أهم شيء الأمن والأمان، دف قرب أهم شيء الأمن والأمان، طلع أنه الأمن والأمان ما هو الأمن، طلع أنه ما فيش معنا إلا الأمن السياسي والأمن القومي، والأمان طلع سوق في حجة وسلامتكم. صاحي النور، يكفي نور.
حتى اليوم يلا يكفي صح النوم صح النوم شد الهمة واسمع وما زد من عزمك صل للقمة صح النوم صح النوم غير طبعك صحح وضعك علي صرحك صح النوم صح النوم ابني وطنك وانشر خيرك كن متميز بين القوم صح النوم صح النوم صح